انبسطنا اليوم. يا بابا على كتير كتير الأطفال بالنشاطات، واللي عندهم خبرات ننمي لهم إياها بشكل أفضل وأحسن. طبعا مثل ما شفت معرضنا يعني إن شاء الله يكون هو المميز، هذا أول معرض بيصير عنا هون بمعرض مصرين، والحمد لله صار عنا إقبال كتير بشكل جيد، وتفاعل الأهالي مع الطلاب هدول. ليش؟ لأني نمينا لهم أفكارهم، ساعدناهم بزيادة خبراتهم أكثر. طبعا المعرض تضمن اكثر من فقره، فقره عن مخلفات الحرب وعن اثار الخطر، وفقره عن النظافه الشخصيه في المدارس ونظافه الطلاب الشخصيه. عمل رائع كان للاطفال، ويعني عن جد في شغلات كثير حلوه ومميزه. جينا لهون حضرنا والحمد لله كثير انبسطوا الاولاد وشافوا شغلات، يعني صار عندهم افكار بيحسنوا يشاركوا باي عمل تطوعي.